اظن يعني مفيش احلى من كده. ايوه مستر مهاب، بس اليخت اصدار قديم من 2011. اي نعم معدل. اي نعم معدل، والتعديل ده هو اللي خلى اليخت موديل 22. وبعدين مفيش يخت في الدنيا دي كلها بالامكانيات دي بالسعر ده. اكيد ده مش السعر النهائي. لا هو السعر النهائي، وما تتعشمش اكتر من كده. انا ببيع لك اليخت ده عشان انت صاحبي، اليخت معروض للبيع وجايب سعر اكتر من كده بكتير. وبعدين كفايه ان انا طالع معاك في يوم زي ده. ده النهارده يوم فرحي. اسف اني خدتك يوم فرحك، انا عارف اليوم ده بيبقى هم كبير. لا 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 خالص، احنا مش عاملين فرح بالمعنى اللي انت متصوره، احنا عاملين فرح كده على الضيق في المنتجع. هتشرفني النهارده ان شاء الله. اكيد مبروك. الله يبارك فيك. ثانية واحدة معلش، بس هرد على العروسة. خد وقت. الو، ايه يا حبيبتي وحشتيني. لا 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 لا، ما تقولش انك في البحر. في البحر يوم فرحك يا جاحد. معلش انا اسف والله، بس القبطان خالد اصر ان انا اطلع معاه باليخت عشان يتفرج عليه. ده سمسار اليخوت بتاعنا؟ لا 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 خالص، مش هو، ملوش علاقة. انا كلمت الناس التانيين وبعت لهم ميل وقالوا ان هم ابتدوا في اجراءات النقل. هو انت بتكلميني صوت ليه؟ عشان لسه صحية، مش عايزاك تخاف. طب وايه يمنع؟ دي احلى حاجة. مش عايزة اديلك سبب للهروب. اهرب منك ايه بس؟ الحلو حلو حتى لو صاحي من النوم. ده انا ما صدقت ان انا اقرب منك، ده انا مستني اليوم ده بفارغ الصبر. يلا يا استاذ عندك فرح. حاضر ماشي، باي باي. مستنياك، باي. انت من ساعة ما قررت تتجوزي وانا حاسس ان انا انتمتك اللي بترتب لك الفرح. وانا كنت لقيت حد غيرك وقلت لا. انا متدبسه فيك يا استاذ، بس خلاص كلها بالليل وتخلص مني خالص. طب يا ست بقى، بجملة الترتيبات، في فيديو المفروض يبقى في اول الفرح، هاخد منك كونفيرم وانفذ على طول. ماشي وريني. ايه الهبل ده؟ الفيديو ده ما ينفعش يتعرض. عموما هو كان اقتراح العريس، بس انا شايفه ايموشنال قوي يعني. وسمعت انا قلت ايه؟ لا، الفيديو ده كان من شهر، الناس تقول